الأذكار بعد الصلاة المفروضة. أستغفر الله ثلاثا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله 33، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قراءة سورة الإخلاص، قراءة سورة الفلق، قراءة سورة الناس، قراءة آية الكرسي. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح. اللهم آجرني من النار. يقولها 7 مرات بعد صلاة المغرب والصبح.